يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا اسبوع جديد، حلقه جديده السادسه. تحياتي لحضراتكم. نقطه اولى في بدايه المشوار، الاهلي والهلال. مباراه خلينا نتفق ما كانتش على المستوى اللي كنا مستنيينه بعد الحقيقه العروض القويه جدا والرائعه اللي قدمها الاهلي في كاس العالم للانديه. توقعنا ان المباراه تكون فيها كره احلى من كده من الفرقتين الحقيقه، ولكن كانت مباراه متوسطه المستوى. الاهلي في رصيده نقطه اولى بأقل الخسائر الممكنة، ده العنوان الرئيسي للمباراة. العرض ما كانش على المستوى، النتيجة كنا نتمنى انها تكون احسن من كده ويكون في صالحنا، وكان في استطاعتنا الحقيقة ان احنا نخلص المباراة في اكتر من مناسبة، لكن ظروف كتيرة جدا تخطاها الاهلي من اول ماتشاته في دور المجموعات قدام الهلال استعدادا لمواجهة هتكون صعبة جدا مع سان داونز، لكنها مواجهة تفرق معانا كتير، وخصوصا بعد ما انتهت النهاردة كان بيلعب سان داونز مع المريخ السوداني والمباراة انتهت بالتعادل بين الفرقتين. عشان كده ماتش الأهلي مع سان داونز اللي جاي هيحدد بشكل كبير ازاي المجموعة دي هتكمل، وخصوصا الحقيقة انه النسخة دي من دوري الأبطال اللي وارد جدا تكون النسخة الأخيرة، احنا مش متأكدين ومش عارفين، بس بنسبة كبيرة جدا النسخة اللي حضراتكم شايفينها من دوري الأبطال أفريقيا في شكلها الحالي هتكون النسخة الأخيرة. بس هرجع للكلام، ظهر فيها النسخة دي ظهر فيها قوة ما كانتش متوقعة، مش هقول غير تقليدية لأنها في فترة من الفترات كانت حاضرة، وأبرز مثال على ده مثلا فريق زي بيترو أتلتيكو. أي حد قبل البطولة ما تبتدي أو قبل ما دور المجموعات يبتدي وتبص للمجموعة بتاعت بيترو أتلتيكو وساجرادا إسبرانزا والزمالك والوداد، طبيعي جدا أنك تقول أنه المنطقي أنه المنافسة تكون بين الزمالك والوداد، بس مين أول مين تاني؟ لكن لغاية اللحظة دي خليني أقول لحضراتكم أنه فريق زي بيترو أتلتيكو تقريبا هو في صدارة المجموعة ده أكيد، لكن تقريبا هيكون واخد أو حاجز تذكرة من التذكرتين للتأهل لدور الثمانية بعد كده، والمنافسة بعد كده هتكون بين مين محدش عارف. لكن في النهاية خليني أقول لحضراتكم برضو أن المجموعة واضح كده أنه أوراقها مش واضحة بالنسبة لمجموعتنا إحنا. مريخ في رصيده نقطة واحدة من مباراتين، من مباراة واحدة. الهلال في رصيد نقطة واحدة من مباراتين، الأهلي نقطة من مباراة واحدة، وسان داونز في الصدارة برصيد أربع نقاط. هتاخدنا وتروح فين؟ الجمعة الجاية أعتقد هتبقى مباراة في منتهى الأهمية، واللي يهمنا بالنسبة لنا طبعا مش بس الثلاث نقاط، لكن كمان إن المباراة هتكون على أرضنا، وبالتالي ده هيريح فرقتنا شوية من فكرة السفر والتنقلات، وهي بالتأكيد عامل مؤثر جدا على جاهزية فرقتنا. اللي إداها مستر موسيماني بالمناسبة 48 ساعة قبل ما نرجع نتمرن ونروح ونرجع للدوري في مباراة خطيفة هتكون قدام مصر المقص إن شاء الله يوم الثلاث مساء الثلاث اللي جاي، وبعد كده إن شاء الله يبدأ استعدادنا بقى لموقعة الجمعة أمام سان داونز. زي ما تعودتوا بنسألكم طبعا تقييمكم لنجوم النادي الأهلي واختياركم لأفضل ثلاث لاعبين من وجهة نظركم في مباراة الأهلي والهلال السوداني الأخيرة، في انتظار إجاباتكم على الفيسبوك على تويتر على انستجرام عشان نعرف رأي جمهورنا في الثلاثي الأفضل في المباراة الأخيرة. نبدأ حلقتنا مع حضراتكم ونشوف أهم الأخبار والعناوين. الأهلي بيستأنف تدريباته الاثنين استعدادا للمقصة، ويلعب مع المصري بالسلوم في دور ال 32 لكأس مصر. أبو عابل يتوجه للنمسا لمتابعة جراحة عمار حمدي، وتأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في دور ال 32 بكأس مصر. مولر: صلاح كان يستحق التواجد في التشكيل المثالي للفيفا.